في الزيارة الأولى له إلى الإمارات منذ تعيينه، رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ملفات النقاش ركزت على الدور الإماراتي في اليمن على الصعيدين العسكري والإنساني. زيارة بددت وفق مراقبين أنباء كانت تحدثت عن توتر في العلاقات بين الطرفين. وجود شخص بوضعية رئيس الوزراء لا يتجه إلى حدود دولة ثانية إذا ما في توافق ودني من الداخل. إذن الصورة من الخارج عليها برواز وعليها كوبي بيست من أيادي دخيلة، الواقع هو من الداخل لا يمكن رئيس دولة، لا يمكن رئيس وزراء، لا يمكن شخصية يعني له قيادة سياسية إدارية على منطقة يتجه إلى دولة ثانية إلا إذا كان هو المأمن وهو كان هو الوفاق. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد التزام بلاده بدعم اليمنيين واستعادة الأمن والاستقرار في بلادهم، فيما وصف رئيس الوزراء اليمني في تصريحات صحفية العلاقة مع أبو ظبي بالاستراتيجية، مشددا على أن الدولتان تخوضان معركة مصير مشترك في مواجهة المشروع الإيراني. وكانت تقارير صحفية نشرت العام الماضي أخبارا حول توتر في العلاقات بين الحكومة اليمنية والإمارات على خلفية إرسال الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى جزيرة سقطرة اليمنية. زيارة رئيس وزراء الحكومة اليمنية إلى الإمارات قطعت وفق مراقبين هنا الشك باليقين، لتؤكد أن العلاقات بين الطرفين قائمة على أساس مصالح استراتيجية في مواجهة مطامع إقليمية في المنطقة. أيهم القاضي، RT.